أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمتابعة تطورات الوضع الأمني والميداني في المهرة شرق اليمن. غادرت اللجنة الرئاسية المهرة دون التوصل إلى صيغة تنهي حالة الاحتقان في المحافظة، وكان رئيس اللجنة الرئاسية رئيس هيئة الأركان الفريق عبد الله النخعي قال إن اللجنة عقدت لقاءات مع جميع الأطراف وسترفع تقريرا شاملا وتوصية للرئيس عبد ربه منصور هادي. في السياق ذاته نظم أبناء المحافظة اجتماعا قبليا موسعا دعا له رئيس مجلس أبناء المهرة وسقطرة عبد الله بن عفرار، داعيا جميع الأطراف إلى عدم الاقتتال وتحكيم العقل. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل تحاول السعودية احتواء الحراك في المهرة عن طريق اللجنة الرئاسية، وما هو موقف الشرعية من الوضع هناك؟ مشائخ ووجهاء وأعيان محافظة المهرة يتداعون إلى اجتماع موسع هو الأحدث من نوعه تشهده مدينة الغيضة وسط استمرار لعوامل التوتر وتمسك بالنقاط الستر للمعتصمين. الدعوة إلى هذا الاجتماع جاءت من رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرة الشيخ عبد الله عيسى بن عفرار الذي رأس هذا الاجتماع. احنا لا يمكننا أن نبقى هكذا مختفي الأيدي، والأمر يجري بهذا الإيقاع السريع إلى مصير لا نريد كلنا. ووسط خيبة أمل كبيرة بعدم تفاعل الجانب السعودي مع مطالب أبناء المهرة، أبقى أبناء المهرة على المطالب نفسها والمحددة بالنقاط الست التي سبق وأن اعتمدها المعتصمون منذ بدء احتجاجهم ضد الانتشار الكبير للقوات السعودية في محافظات المهرة. ومن أهم تلك النقاط إعادة العمل بمنفذي شحن وصرفيت وميناء نشطون وتسليمها إلى قوات الأمن المحلية، وإعادة مطار الغيضة إلى وضعه المدني تحت إشراف السلطة المحلية، ورفع القيود على حركة التجارة. البيان الصادر عن اجتماع مشائخ ووجهاء وأعيان المحافظة جدد تمسك أبناء المهرة بالقيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي وبالدور العسكري للتحالف العربي، لكن وفقا للأهداف المعلنة التي جاء من أجلها. الاجتماع القبلي نحى نحو التهدئة بدعوته إلى تحريم الاقتتال الداخلي بين أبناء محافظة المهرة وتوجيه السلاح إلى نحور بعضهم البعض وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية الضيقة. وأكد في الآن ذاته تمسك أبناء المحافظة بالمجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرة برئاسة الشيخ عبد الله بن عيسى آل عفرار وبرؤيته السياسية وبالخيار المجمع عليه المتمثل بإقامة إقليم خاص بالمهرة وسقطرة على حدود 1967 وفقاً لما جاء في البيان. وتطلع المجتمعون إلى أن تصدر عن الرئاسة نتائج إيجابية لما يخدم مصلحة المهرة وأمنها واستقرارها في أعقاب زيارة اللجنة الرئاسية برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة والتي غادرت المحافظة دون الإفصاح عن أي نتائج. خروج اللجنة على هذا النحو دفع بقيادة في المحافظة إلى التكهن بأنها لم تتمكن من الوصول إلى صيغة تنهي الاحتقان السائد في محافظة المهرة في وقت توقع فيه وجهاء المهرة بأن ترفع اللجنة مطالب كل الأطراف إلى الرئيس هادي ليتخذ الإجراءات التي تنهي هذا الوضع وتعيد الأمور إلى نصابها. وإذا ما تعزز اعتقاد كهذا فإن مؤشرات التصعيد الخطير في محافظة المهرة لا تخطئها العين، خصوصا إذا ما بقيت القوات السعودية على حالها من التمدد والسيطرة الشاملة. من المهرة ينضم إلينا الناشط السياسي وعضو لجنة الاعتصام علي مبارك. أهلا بك أستاذ علي. مرحبا، أهلا وسهلا بكم. بداية، ما أهمية الاجتماع القبلي الذي كان اليوم في محافظة المهرة، وما أهم ما خرج بهذا الاجتماع برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة الاجتماع اللي حصل اليوم أمس في عاصمة المحافظة في الغيضة اجتماع كان موسع واجتماع كبير، ضم جميع الفئات المجتمع المهري من الفئات الشيوخ القبائل والوجهاء والأعيان. يعتبر هذا الاجتماع في اجتماع نوعي بالنسبة لأبناء المهرة وتطلعاتهم وأهدافهم تصب في مطلعة واحدة في مطلعة التهدئة والأمن والاستقرار محافظة المهرة. بناء على دعوة رئيس المجلس العام عبد الله بن عيسى بن عفرار دعا إلى هذا الاجتماع ولبى جميع أبناء المهرة هذه الدعوة وأتوا إلى هذا الاجتماع وخرجوا بمجمل من الأمور واتفقوا على بعض القرارات. ومن هذه الأمور أولا تمسكهم بشرعية رئيس المشير عبد الله بن منصور هادي
وبقيادة التحالف في عملية عاصفة الحزم في اليمن. على الأهداف المعلنة هو أن يكون هناك توافق بين أبناء المحافظة وأن لا يتم الارتتال فيما بينهم وأن يحافظوا على حدودهم حدود المحافظة المهرة على حدود 67. هذه أهم ما خرجوا به أبناء المهرة في هذا الاجتماع، ومن مجمل ما الاجتماع الحاصل في المهرة هو أنهم يحافظوا على سيادة المحافظة وأن يكون لهم الدور الأبرز في ارتكاب الأمن والاستقرار في المحافظة، وأن يحافظوا على الكيان المهري من عدم الانجرار خلف بعض الصراعات أو خلف بعض الذين يحاولون تشويه صورة المهرة للعالم الخارجي. طيب، وشارك معنا بالنقاش أيضا وأرحب بضيفي وكيل المحافظة صالح بن علي. أهلا بك أستاذ صالح. الله يحييك، حياكم الله، أهلا وسهلا. حياك. كيف تابعت الاجتماع الذي كان اليوم في محافظة المهرة ومخرجات هذا الاجتماع؟ ألو، تسمعني؟ أيوة، نحن اللقاء كان يوم أمس الأربعاء 27 مارس. تمام. طيب، كيف بالنسبة لمخرجات هذا الاجتماع؟ لم يكن اليوم، أنت تسألني عن اليوم، أقول لك أمس كان اجتماع يوم الأمس. نعم، والمخرجات طيبة في كل المشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية والوجهة في المحافظة حضروا هذا اللقاء، وكل خرجوا ببيان بالحفاظ على الأمن واستقرار وسكينة هذه المحافظة التي طيلما عرفت وصارت مصدر بالمثل في الأمن والاستقرار طيلة الفترات السابقة، ويتمنوا ويجتهدوا جميعا في الحفاظ على هذه النعمة وهي الأمن والاستقرار والسكينة العامة في هذه المحافظة. فهذا من أهم مخرجات هذا اللقاء، بالإضافة إلى التأكيد على مطلبهم بالحصول على الإقليم المستقل في إطار الدولة واستعادة أراضيهم على حدود 67. طيب، ما الذي أثار خلال الفترة الأخيرة حالة الاحتقان اليوم داخل المهرة لتصل إلى الأمور إلى ما وصلت إليه الآن؟ هناك جهات خارجية، جهات تدفع بهذه المحافظة للدخول في صراعات، وكذلك اللي تكون ساحة لصراعات خارجية، فلابد لأبناء هذه المحافظة أن يتيقظوا وأن يتفهموا لهذا الأمر وأن يكونوا يقظين جميعا، لأن بتكاتفهم وتعاونهم وكلمتهم الواحدة يتجاوزوا كل العراقيل وكل المشكلات، وأن يحلوا خلافاتهم الداخلية بالحوار والتفاهم فيما بينهم البين، وتحريم الاقتتال الداخلي فيما بينهم البين، وتوجيه السلاح إلى حقوق بعضهم البعض، لأن هذا ليس في صالحهم، إنما أن يتوحدوا ويكونوا كلمة واحدة. طيب، سأعود لك شيخ صالح، أعود للأستاذ علي مبارك. أستاذ علي، طبيعة المشكلة اليوم في محافظة المهرة؟ كما يعلم الجميع، المشكلة في محافظة المهرة هي مشكلة صارت يعني شيء عجيب وغريب حصل في محافظة المهرة، يعني من التدخلات الخارجية الحاصلة الآن على الواقع المحلي، هناك تدمير يعني أو توسع غير عادي للقوات السردية في المحافظة بناء على أمور يعني ليست صحيحة ومطالب مزعومة خارج عن نطاق العقل والصحة زي ما يزعمون. الآن عاصفة الحزم بنيت على محاربة الحوثي ومحاربة الانقلاب الحوثي، ولكن يتأسف أبناء المهرة أن يحصل عندهم هذا الوجود السعودي الكم والهائل الكبير، وعلى في جميع يعني كل مناطق محافظة المهرة أن يكون هناك تواجد سعودي عسكري كبير ومضخم. فأبناء المهرة بطبيعتهم وبنسيجهم الاجتماعي يعني بمختلف شرائح المجتمع المهري كلهم أمني، يعني يحبون الأمن والسلم، يحافظون على هذه الخاصية فيما بينهم وحتى لكل من أتى من الخارج إليهم على مستوى اليمن. أما هذه القوات الآن الموجودة داخل المحافظة هي قوات لا نعرف أهدافها، لماذا هي أتت ولماذا بهذا الوجود، ولكن في ظل هذه الصراعات وفي ظل هذه الأمور الآن الحاصلة، فأبناء المهرة اتخذوا موقف من هذه القوات وعملوا حراك شعبي
شيء كبير جدا، يعني شمل جميع ابناء المهره، خرجوا في ساحات، خرجوا معتصمين اعتصام سلمي يدعون الى هنا، يعني يدعون الى الحفاظ على السياده اليمنيه، على الحفاظ على مقدرات وممتلكات السلطه المحليه داخل المحافظه، على القرار المحلي، ان يكون هناك قوه من ابناء اليمن ومن ابناء المحافظه تتحكم بالمنافذ، تتحكم بالمطار، تتحكم بموارد المحافظه الاقتصاديه من المنافذ. ولكن للاسف ما يحصل عندنا مغاير تماما لما هو حاصل، يعني حاجات لا يتخيلها الواحد، انه ان يتم في كل 15 كيلو هناك معسكر كبير ومعسكر مجدد بالاسلحه. لماذا كل هذا في محافظه المارة؟ بما انها محافظه السلام ومحافظه امنه ولا يوجد فيها حوثي ولا ارهاب ولا يوجد فيها هذه الامور، فلماذا هذا الكم؟ لماذا هذه الامور؟ فابناء المارة اتخذوا موقف واتخذوا كلمتهم وهم عند كلمتهم، فهم الان على امل من اللجنه الرئاسيه المكلفه من فخامه الرئيس الى ان وانهم جلسوا مع جميع الاطراف المحافظه، جلسوا مع الكيان مع لجنه الاعتصام، جلسوا مع رئيس المجلس العام، استمعوا لما يحصل بالمحافظه عن قرب، اخذوا جميع دخلوا في المحافظه في جميع تفاصيل الامور داخل المحافظه. فابناء المهره الان يؤملون امل كبير في اللجنه الرئاسيه هذه ان ترفع تقرير صحيح وشامل عن ما حصل في محافظه المهره الصعيد الى فخامه الرئيس، اللي كنا ولا زلنا نؤكد الى جانبه ونؤكد على ترعيه. طيب سأعود لك أستاذ علي، أنقل التساؤلات التي طرحتها للوكيل المحافظة الشيخ صالح بن عليان. شيخ صالح، استمعت إلى نقاط كثيرة طرحها الأخ علي، ربما يتساءل عن سبب أو كمية التواجد العسكري في محافظة عم بالسلام، هو يقول لا تواجد للحوثيين فيها ولا إرهاب، ويتساءل لماذا كل هذا الحشد العسكري داخل محافظة المهرة وتحديدا القوات السعودية؟ نعم، نحن في هذه المحافظة، محافظة المهرة، في إطار الجمهورية اليمنية، ونحن الدستور اليمني يكفل لكل أبناء الوطن وللمواطنين حرية إبداء رأيهم والتعبير عن ذلك بالتعبير السلمي، وهذا أمر مشروع وهذا أمر أيضا محمود حتى يتبين للناس هناك في المعارضة الصحيحة والمعارضة السليمة، هي أيضا جزء من بناء المجتمعات كلها، ونحن في هذه الدولة فالدستور يكفل للناس أنهم يبدوا عن آرائهم ويعبروا سلميا، إنما الاعتراض أو أن أبناء محافظة المهرة لا يحبون التعبير بالسلاح أو كذلك الاعتراف على المشاريع التنموية في المحافظة أو على إقامة النقاط أو المراكز الأمنية التي أقرتها اللجنة الأمنية في هذه المحافظة، فهم من أبناء هذه المحافظة وهم أيضا غيورين عليها وهم أيضا يحبونها ويحبون لها الخير والسلم والسلام. ففي مثل هذه الأمور أبناء محافظة المهرة يحبون التنمية، لأنهم في طيلة الفترات الماضية كانوا مهمشين عن المشاريع التنموية في هذه المحافظة منذ 1967 إلا القليل، مشاريع قليلة. ففي الآن في هذه الفترة وبدعم من الأشقاء في التحالف العربي وخاصة من المملكة العربية السعودية، فأيضا هناك مشاريع تنموية كثيرة تبنى وأيضا موجودة في المحافظة، فيا حبذا أن تدعم هذه المشاريع التي هي في مجال البناء والتنمية ولا يعترض عليها، حتى هذه فائدة لنا في حاضرنا وفي مستقبلنا. طيب أعود للأستاذ علي. أستاذ علي، استمعت إلى جواب الوكيل المحافظة على التساؤلات التي طرحتها، وكنت أشرت أنت أيضا إلى تأملكم باللجنة الرئاسية أنها ستعمل على رفع كل الإشكاليات التي طرحت من قبل جميع الأطراف. ما المعول اليوم على هذه اللجنة الرئاسية وإلى أي حد أنتم متفائلون بها؟ والله نحن متفائلون إلى حد كبير، لأننا من بداية اعتصامنا ونحن رافعين العلم اليمني ونحن رافعين صور فخامة الرئيس عبد الرضا منصور هادي، ونحن متمسكين بشرعيته ومتمسكين بقراراته، فلذلك أمل كبير جدا بعد
أن وصلت هذه اللجنة للمهرة وجلست مع جميع الأطراف، مع أنه في هناك أطراف أخرى لا تريد من اللجنة الرئاسية الجلوس مع المعتصمين مع الشيوخ والأعيان، ولكن أصرت اللجنة بأمر من رئاسة الجمهورية أن تجلس مع المعتصمين تسمع إلى كلامهم وإلى تقاريرهم وإلى ما يعانوه في محافظة المهرة، فاستمعت لهم وأخذت منهم كل ما يحصل في محافظة المهرة وبالمنطق وبالعقل، أنهم الآن نحن يعني نتأمل أمل كبير من الرئاسة اليمنية ومن رئاسة الجمهورية أن يكون لهم دور فعال في ما يحصل في محافظة المهرة، وأن الآن يحتوى الموقف بقرارات صائبة تصب في مصلحة محافظة المهرة، وألا يجر المحافظة إلى ما هو أسوأ، لأن أبناء المهرة توصلوا مع القوات السعودية الموجودة إلى طريق مسدود بعد الاتفاق المبرم معهم في بداية الاعتصامات، وتم تعليق الاعتصام وتم الاتفاق على هذه الاتفاقيات، ومن بعدها تم يعني الاجترار إلى أمور عدة وكبيرة، تمت إلى آخر حد المواجهة واجهوا أبناء المهرة، وتم هناك قتلى وحصلت مواجهات في أكثر من موقع. فلهذا أبناء المهرة الآن معولين على هذه اللجنة الرئاسية أن ترفع القضية مجملة إلى رئاسة الجمهورية، وأن يتخذ قرارات لحماية المهرة ولحماية أبناء المهرة، وأن لا يتجر المهرة إلى ما لا يحمد عقباه. أعود للأستاذ صالح بن هليان. أستاذ صالح، كيف قيمت أداء اللجنة الرئاسية التي نزلت إلى محافظة المهرة، وإلى أي حد هناك تعويل اليوم على هذه اللجنة أنها ستعمل على إنهاء الإشكالية في المهرة؟ اللجنة الرئاسية هذه تدل على حرص فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي على تلمس الأوضاع في هذه المحافظة عن قرب، وعن محبته وعنايته بهذه المحافظة عناية خاصة، وهذا ما نلمسه وما نعرفه من فخامته حفظه الله. فهذه اللجنة نزلت برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة، ونزلت وجلست مع كل الأطراف، وهذا الذي يثلج الصدر ونفرح به جميعا، أن تجلس مع السلطة، أن تجلس مع قادة الوحدات العسكرية والأمنية، أن تجلس مع الإخوة المعتصمين أو مع لجنة الاعتصام، أن تجلس مع الشيخ عبد الله بن عيسى رئيس المجلس العام لأكثر من مرة لعدة مرات، أن تتلمس الأوضاع عن قرب، يترك لها بل هي عندها الحرية الكاملة للجلوس مع كل الأطراف ومع كل الناس، جلست مع الشيوخ والشخصيات ومشايخ المحافظة أيضا والشخصيات العامة وغيرهم، واستمعت إلى آرائهم وكلماتهم مع الشباب مع النساء، استمع الأخ الفريق وأعضاء اللجنة الرئاسية إلى كل الأصوات في المحافظة، وهذا الذي نتأمل فيه خيرا أن تصل إلى فخامة الرئيس هذه الآراء وهذه المقترحات، وأن إن شاء الله نرى نتائجها في القريب العاجل بإذن الله. طيب، هذا بالنسبة إلى ما استمعت إليه اللجنة من قبل كل الأطراف كما تقول أستاذ صالح، ما الذي استمعتموه أنتم من قبل هذه اللجنة؟ نعم، اللجنة مكلفة بتكليف من خاص من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي للنزول إلى محافظة المهرة كما نزلت إلى محافظة سقطرى، للجلوس إلى أبناء محافظة المهرة وإلى السلطة وإلى كل الجهات المعنية للاطلاع على الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظة، وعلى هذا نزلوا ليستمعوا ويأخذوا هذه الآراء والمقترحات ويرفعوها إلى فخامة الرئيس، والذي يقدروا من أن يعملوه من عندهم فيعملوه. ولذلك كان من مكاسب هذه الزيارة تعيين مستشار لرئيس هيئة الأركان العامة في الجمهورية من أبناء محافظة المهرة، وهو العميد سعيد بن محيسن بالحاف، فهذا أيضا ليكون رئيس هيئة الأركان العامة عن قرب، وله أيضا سند وعضيد في هذه المحافظة يطلعه على كل الأوضاع، وله حق النزول إلى كل الوحدات الأمنية والعسكرية والاطلاع عليها ورفع تكاليفه، وهذه أيضا وجدنا نتائجها إيجابية، وإن شاء الله متفائلين خيرا تكون أيضا النتائج كلها إيجابية لمصلحة كل أبناء هذه المحافظة من سلطة ومعارضة.
أعود للأستاذ علي. أستاذ علي، ما المطلوب اليوم لتحقيق تهدئة دائمة في المهرة؟ المطلوب أن تلتزم القوات السعودية هي على ما أعلنته في اليمن في عاصفة الحزم، وأن يكون هناك إيمان، وهناك زي ما أثبت الوكيل هناك دعم للبنية التحتية ودعم للمشاريع، فهذا لا يعارض عليه أحد، ومتفق أبناء المهرة كلهم على التنمية من أي طرف كان. فيكون هناك دعم لجدي للمحافظة، ويكون هناك دعم تنموي في جميع المجالات، فلا إشكالية في هذه، ولكن أن يتم التخفيف من هذا الوجود العسكري الضخم الكبير، وأن يكون هناك تفاهمات ما بين القوات السعودية والسلطة المحلية وأبناء المهرة جميعا، وأن يكون على هذه المعايير المحافظة على المال العام. الآن هناك يعني خروج كبير وصرفيات كبيرة في المال العام في المحافظة، وهذه ما بنيت على أي معيار قانوني أو شرعي. فمن هذه الأمور كامل فبإمكانهم احتواء الموقف، والقوات السعودية كوجود داخل المحافظة لا إشكالية فيها، بس أن تكون في إطار معين أو في إطار متفق عليه، وألا تجلس أو تفعل من نفسها شرعي داخل المحافظة، وتقود السلطة المحلية والأجهزات والجميع الوحدات العسكرية والأمنية في المحافظة. بالإضافة إلى أن أبناء المهرة بطبيعتهم أبناء المهرة هم لا يعارضون السعودية، لأن السعودية هي الشقيقة الكبرى للوطن العربي، وهي الحاضنة لبلاد الحرمين، وهذه لا اعتراض عليه، ولكن لا بد من الحفاظ على بعض الأمور، يعني يكون هناك في خطوط ما عاد تجاوزها هذه. يعني الآن أبناء المهرة يحافظون على السيادة اليمنية كامل، هم الآن يضحوا من أجل سيادة اليمن كامل، ولا يحصل هناك ما يحصل في عدن، ولا يحصل ما حصل في المحافظات الأخرى. أن تكون المحافظة آمنة ومستقرة، وأن تكون المحافظة نموذج في جميع الأمور، وأن لا تخرج عن هذا النضال. وعملنا كبير الآن بفخامة الرئيس واللجنة الرئاسية المكلفة، وأن تتم اتخاذ قرارات إيجابية في مصلحة أبناء المهرة جميعا. شكرا جزيلا لك علي مبارك، عضو لجنة الاعتصام من المهرة. أختم مع وكيل محافظة صالح بن عليان، من وجهة نظرك أستاذ صالح، ما المطلوب اليوم لتحقيق تهدئة دائمة في المحافظة؟ نعم، هذه عقلاء المحافظة وشيوخها وأعيانها ووجهائها يوجهون دعوة إلى كل أبناء هذه المحافظة من سلطة ولجنة الاعتصام وكل المعارضة إلى التهدئة. نعم، التهدئة والاتجاه إلى البناء والتنمية في هذه المحافظة، وحل كل الخلافات والنزاعات، وبالحكمة وتغليب الحكمة اليمانية، هذه المحافظة تحتضن فيها من كل أبناء المحافظات الجمهورية الأخرى، وأيضا ظلت ولا تزال في أمن واستقرار. هذه نعمة عظيمة، وعلى الكل أن يستجيب للشيوخ والأعيان والوجهاء الذين يتحملون على كوائلهم مسؤولية عظيمة تجاه شعوبهم وإخوانهم ورعيتهم، لتجنيب هذه المحافظة أي صراعات لا سمح الله. شكرا جزيلا لك صالح بن عليان، وكيل محافظة المهرة. شكرا أيضا لضيفي من المهرة علي بن مبارك. في الختام، تحية طاقم البرنامج ومنتج الحلقة ماهر أبو المجد، في أمان الله.